مساء الخير اختي، هدتني حلق ذهب بالمنام. الحلق هدتك اياه اختك، فما الا تاتيك البشاره من طرف اختك. فاذا كانت اختك متزوجه وانت انسه، فربما هي ترزق بولد فيفرحين به بخلق. واذا كانت هي انسه وانت انسه، فياتيها خير تقاسمينها فيه، لان هي من اهدتك. فذلك ان لديها المقدره على الهداء وعلى الشراء. وما يهمنا في الحلم ان الحلق الذهب هو أقرب ما يكون لأذن الإنسان، فهو خبر أقرب ما يكون للتحقق. وإذا كان إن شاء الله خطوبة، فأسأل الله أن تكون خطوبة قريبة، هذا والله أعلم. ويبدو أن الخطوبة تأتي من طرف أختك، أو لها يد أو سبب فيها والله.